السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي المتتبعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في المختبر السياسي. كنعتذر على هذا الغياب الخارج عن إرادتي، ولكن كنوعدكم على أنه بالضرورة سنلتقي خلال الأيام القادمة إن شاء الله. الدول دايرة بحال شي صنادق، كل واحد فيهم وكيفاش داير، كاين اللي محلول مترع، اللي بغى يهز شي حاجة كيهزها، واللي بغى يحط شي حاجة كيحطها، حتى واحد ما كيسيق ليه الخبار. وكاين دول اللي 50% هك وهك، وكاين دول اللي مسدوده. فإلا نظرنا للمغرب كنلقاو بان المخابرات ديالو مزيره اللعب ومزيره الامور ديالها، وحاضين جنابهم اكثر من اللي حاضيهم الغرب. وبالتالي ف الامن المغربي قائم على الاجهزه الامنيه. هاد الاجهزه الامنيه اللي دايره قوقه لبعض الدول، وخاصه الدول الوظيفيه والدول الاستعماريه سواء القديمه ولا الجديده. هنا غتكونوا لاحظتوا معايا واحد الخبر اللي تنشر خلال الايام الماضيه على ان مسؤولين امنيين مغاربه كبار مطلوبين لدى الانتربول. هذا الخبر الزائف العاري عن الصحه، المصدر هو وكاله البروباغندا الهوكلانديه الاي بي اس اجونس بروباغندا سيرفيس، اللي دائما عودتنا على نشر الاخبار الصحيحه لدى بوصبع يعني الفيك نيوز لدى باقي العالم. ف ملي خرجت وكاله الانباء الجزائري بهذا الخبر، بزاف الناس تفاجئوا في العالم وقالوا كيفاش خبر بحال هذا يخرج في وكاله الانباء ديال الدوله بدون حسيب ولا رقيب، وكيفاش زعما كانهم كيتعاملوا مع الجزائر كانها دوله. نحن لا نتعامل مع الجزائر كانها دوله، وانما نتعامل معها على اساس انها عصابه عندها دوله. الواقع هو ان فرنسا هي من تريد استهداف المغرب، وهنا نرجعوا ندير واحد الفيدباك. بدايه الاخوه والاخوات، الى رجعتوا معايا لسنه 2015 اعتقد انه كان واحد الازمه دبلوماسيه ما بين المغرب وفرنسا، كون على ان الشرطه الفرنسيه جات للسفاره المغربيه في باريس وعطاهم استدعاء باش يجي الحموشي يمثل امام القضاء الفرنسي في قضيه ذاك الرياضي اللي ما رياضي والو، اللي ما لقى لي استقبلو في المطار ومشى دار حيحاور وينا، وبدا كيفرق اتهامات يمينا وشمالا، وشداتها دوله استعماريه باش تبتز بها المغرب. المغرب ما قالش الحموشي وما جراش عليه وما نوضش الروينة، وانما كافئوا. علاش كافئوا؟ نظير لانه حلقم دوله على غرار فرنسا، وفرنسا ما كانش تدير هذيك العمليه لولا ان المخابرات ديالها في المغرب تضربات ضربه قاضيه. بعد 9 سنين من هذا الحادث، مرة أخرى فرنسا توجه وكالة الأنباء الجزائرية والدولة الجزائرية أو العصابة اللي حاكمة دولة في الجزائر باش أنها تخرج الـ 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 يعني الـ الأخبار كاذبة على الأجهزة الأمنية المغربية. شنو الهدف ديالو؟ تبع معايا باش تعرف. بداية شنو معنى استهداف دولة لمخابرات دولة أخرى بأخبار كاذبة؟ استهداف دولة لمخابرات دولة أخرى بأخبار كاذبة دائما تتندرج ضمن الحروب الحديثة، الحروب اللي كتعتمد فيها الأخبار ووسائل الإعلام والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة وغير الصحيحة باش تأثر في الرأي العام وتشوه صورة ديال أو تشوه الصورة ديال المخابرات المغربية. كأن وكالة الأنباء الجزائرية كيتم متابعتها من طرف المغاربة، وهذا كيندرج ضمن الحروب الإعلامية والعمليات النفسية اللي كتستهدف التأثير في السياسات والرأي العام ديال المملكة المغربية. الهدف من هاد الأخبار الكاذبة دائما تكون هو استراتيجيات باش تنشر الفوضى وتضرب الاستقرار ديال المغرب. هناك كيتم استخدام الاخبار الكاذبه باش يتم تشويه الصوره ديال الدوله المغربيه، ويتم توجيه الراي العام الداخلي باش تقام مظاهرات والروينه والترون في المغرب بشكل عام.
شنو هي الأهداف اللي ممكن تحققها الجزائر من هذه العملية ديال نشر الفوضى والمظاهرات وهذه الروينة هذه، اللي هي 4 ديال الأهداف الرئيسية: تحقيق المصالح السياسية، وهي ضرب الاستقرار والأمن في المغرب باش تقدر تحقق مكاسب إقليمية ودولية. المكاسب الإقليمية والدولية معروفة، هي التوسع الإقليمي، وهنا ضروري من إضعاف المغرب باش يتم السيطرة على الصحراء وعلى شلة باقي المغرب. وثاني حاجة هو الضمان، أو يعني ضمان الأمن الاستراتيجي، يعني بالنسبة لهم، بالنسبة لفرنسا، هي تخفيف التهديدات اللي يمكن يشكلها المغرب، ولا التحكم في المواقف الاستراتيجية ديال المغرب. الحاجة الثالثة واللي هي معشوقة الجزائر، هي ضرب الاقتصاد المغربي، وهذه العملية هذه هي كتؤدي بطبيعة الحال إلى الإضرار بالاقتصاد المغربي، باش يبقاو يقولوا لهم راه المراركة فقراء وانتم لاباس عليكم، وتبقى الدورة الهضرة في المحافل الدولية ماشي غير في وسائل الإعلام الهوكية. ثالث حاجة أو رابع حاجة عفوا، وهذه النقطة المهمة، وتوجيه الرأي العام باش ما يتمش يعني الإضرار بالنظام الجزائري اللي هالك البلاد بالسرقة والمرقة وشي ما يبقى. وزيد عليه تحقيق يعني واحد أو لفت الانتباه الدولي باش أنه ما ينتبهش أو ما يحققش في الروينة اللي نايضة أو اللي كانت نايضة في العشرية السوداء، واللي راح ضحيتها تقريبا 250,000 جزائري، كملوا بها 1.5 مليون شهيد. من الأهداف كذلك ديال يعني ديال نشر أخبار كاذبة على المملكة المغربية، هو تفتيت المعارضة كذلك باش أنها ما تبقاش دير قوقل النظام الجزائري. علاش هذا الشيء كامل؟ خصكم تعرفوا الإخوان والأخوات ما أشبه الأمس باليوم. أمس فاش فرنسا احتلت الجزائر، بدأت أول حاجة كديرها هي كتحاول ضرب الاستقرار في المغرب. علاش ما رسمتش الحدود ما بعد ثانية الساسي باش تبقى لها دائما اليد الطولة والعليا باش أنها تقوم بعمليات ديال ضرب الاستقرار في المغرب. ومن بعد الحادثة ديال مقتل واحد طبيب فرنسي في مراكش، قامت فرنسا بضرب استقرار المغرب بهذه العملية هذه، وبالتالي سهل عليها على أن تكون عارفة المغرب كيفاش دير من الداخل. وهنا حاجة أخرى اللي قامت بها فرنسا هي أنها نشرت الجواسيس ديالها اللي بقاو كيصولوا ويجولوا في البلاد بدون حصيب ولا رقيب. ولكن اليوم فرنسا ضاع عليها أهم سبل السيطرة على المغرب، واللي هي الأمن. فرنسا ما قادراش تضرب الأمن في المغرب، ما قادراش على أنها توقف المخابرات، عيات ما تصفت في الهابيين للمغرب إلى أنهم كيبون بيوش، كيضرب سيمانة جوج، كيقرقبوا عليه وليدات الحموشي، كيقرقبوا عليه المكتب المركزي للأبحاث القضائية اللي ما كيخليوش من اليوم المساحة حتى فين يتنفسوا. وبالتالي في هذه المسألة هذه محلق مالكم فرنسا بالمزيان. لذلك فهذه الأخبار هذه خصها تجيكم عادية، لأنها إحدى الوسائل الاستراتيجية ديال جمهورية الموز بالشراك مع ماماها فرنسا من أجل محاولة السيطرة على المغرب، غير باش تعرفوا بأن العينين على المغرب بواحد الشكل كبير. علاش؟ لأن المغرب هو واحد السد اللي كيفصل ما بين فرنسا الاستعمارية وباقي القارة الإفريقية. المغرب هو السد، إلا طاح السد غادي يوقع الطوفان الأوروبي على باقي القارة الإفريقية. لذلك ففرنسا كتستغل هادشي كامل، وخم سيطر على الجزائر وكتحاول تحقق هادشي كامل، إلى أنها ما قادراش توصل، لأن الجزائر ماشي دولة. وخا أن الجزائر دولة وظيفية كتحرك وفق الإملاءات المفروضة من قبل إليزي، وأن شنقريحة هو فقط عساس للأملاك الفرنسية في شمال إفريقيا، إضافة إلى تبون مدير الأملاك الفرنسية في شمال إفريقيا، ما قادرين يديروا حتى حاجة في إفريقيا إلا من خلال البوابة المغربية. البوابة المغربية اللي بقات عصية على كل الغزاة والبغاة وكل الوظيفيين. لذلك فالجزائر الآن كتخدم جاهدة لتنفيذ الإملاءات الفرنسية بأي وجه كان. في الآخر من فرنسا شافت بأنها ما في فرارة ما يلحسوا الكلاب حاشاكم،
مشات مباشرة على أنها تتحاول استمالة موقف المغرب وكتحاول تحقق أهداف استراتيجية من خلال الترغيب بعدما فشل الترهيب، وتحاول التقارب مع الرباط من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة. لكن هيهات، عاش الحموشي وعاش أبناء الأمة المغربية العظيمة اللي دائما كيضربوا المخططات الاستعمارية وكيضحكوا على مواليها، ودائما فيما كيجيبوا لنا واحد الشير ديما كتحاول على أنها تضرب استقرار المغرب، كنبيعوها العجل ونبيعوا لها القرض ونضحكوا عليها حيت شراتو. تحياتي لكم جميعا، أمسي سعيد، نشوفكم بخير إن شاء الله. تحياتي للجميع وإلى اللقاء.